فالله يرحمهم كلهم واطمنوا ان في قضاء في مصر عادل. وبقول تاني عايز افرق بين الدوري يرجع وحكم المحكمه. الدوري يرجع في ناس بيقول لك عشان اكل العيش والكلام ده، ده جزء. وانا طبعا ضد الوقفه اللي عملها بعض الرياضيين، منهم انا ومنهم انت ومنهم الاخ اللي اتشال لسبب بسيط جدا، لانك انت يا استاذ خالد شوفت عندك كام سنه؟ كام سنه انت دلوقتي؟ مش 41 41 سنه. عملت نفس اللي عمله عنده 16 17 سنه يا خالد. وعملت حته عليه. سوري 42 42 يعني كلت دلوقتي المشاهدين 42 يعني اللي عمله اللي هو المفروض في سن ابنك. يعني انت لو كنت اتجوزت انت عندك مثلا 20 سنه كده زيي اتدبست وانا صغير، كان زمان عندك ولاد في سنهم. صحيح مظبوط. فالنهارده انت عملت زيهم، وانا برضو بعتب على ايمن عبد العزيز والناس اللي راحوا، وخاصه بقى المجموعه اللي راحت قدام الفندق وانا شايف ماسكين ما اعرفش. لا موضوع ايمن احنا ما رحناش يعني. أنا ايمن احنا ايمن كان غلطان قلت بقى اللي راحوا قدام الفندق يا اخي. اه انت حضرتك بتتكلم على اللي راحوا قدام الفندق ومنع اللعيبه انها تنزل. لا طبعا. طب انت النهارده بتعتب على شباب صغير 16 و17 وعملت العن منهم وانت 40 سنه وبقيت جد. بس معلش هقول لحضرتك حاجه، ما هو برضو استاذ مشرع حضرتك. طب انا برضو عايزين نفهم، انا دلوقتي الولد الصغير ده اللي بيحلم كل يوم بصاحبه اللي مات جنبه وبالدم وكده، معلش يعني هيفرق معايا محلي ولا افريقي؟ معلش ما في 60 ده محلي و60 ده يا افريقي تمام. و60 ده يا كره قدم خاطب ومش عايز كوره يا خالد. خاطب الناس على قد عقولهم على سنهم عقله. هو خد هو ده تصوره ان الدوله لما يرجع القاضي موجود في مصر هنا فهينسى الولاد، لكن افريقيا لا، هو ده في دماغه. وبعدين اصل الدوري ده حاجه كل يوم بقى، وتحليل وحسن المستكاوي وفتحي سند وعلاء صادق الاوراق يعني، وانت يا خالد طبعا والمجموعه يعني ومدحت شلبكه وهنشتغل بقى كده تمام. انما ده ماتش بيتعمل كل 3 4 اسابيع مره تمام. هنسيب